خليني أسألك سؤال بصيغة تانية، شو التحديات اللي أنت مريتي فيها؟ تعرف لما بالشرق عنا واحد بيكون مريض سرطان نسمع يمكن كلام كتير، احكي لي على التحديات اللي أنت بتواجهيها كأم أو كشخص مريض بالسرطان. كأم أصعب شق في الموضوع كأم. مرات كتير بقول للرب يمكن لو ما جبتش أولاد كان كتير علي أسهل الموضوع. تحديات إنه أنا بعرف إنه إحنا عايشين في عالم شرير، عالم قاسي، عالم صعب كتير. فبتعرف الأم دايماً عندها الرعاية كأنه هي اللي بترعى أولادها، فيعني أصعب إشي إني أترك أولادي قصة الترك. بس حتى أولادي عارفين إنه ممكن تتركينا بالجسد بس إحنا يوم من الأيام رح نلتقي في الحياة الأبدية. فعندنا رجاء إحنا كعيلة وكشخص أنا مختبر الرب وعندي علاقة في الرب، أنا أؤمن إنه من آمن بي ولو مات فسيحيا. فالموت مش النهاية. أنا في نظري الموت بداية، بس هو الأصعب إشي إنه أترك هلا حاليا في الجسد أولادي. بس إنه قلت كان امتحان أسيس لإلي، كان امتحان كاثرين لكاثرين. أنا كنت خادمة سيدات زي ما بتعرف، وكنت أوعظ للسيدات، أشجع السيدات، عاملة آخر إشي يوم ما شخصت بالسرطان كنت أعمل سلسلة أنا هو، مين أنا هو، كأنه أظهر من هو الله، مين هو يسوع المسيح، هل أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الراعي الصالح، أنا هو نور الحياة. كنت أحكيها بشغف وأحكيها من قلبي لأنني مختبرة. بس يوم ما شخصت بالمرض كاثرين سألت كاثرين، هل حقيقي يا كاثرين يوم وصلتي مرحلة الموت هل تؤمني إنه يسوع هو القيامة والحياة حقيقي؟ اختبري حالي. كنت أسأل حالي أسئلة، كاثرين أنت بدك تموتي خلال 6 أشهر، صدقت إنه أنا ممكن أموت خلال 6 أشهر، يعني أنتقل. كاثرين أنت مستعدة للموت؟ هل أنت بدك تواجه الموت؟ صدقني أسيس في هداك الوقت كنت قادرة أقول أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ مع أنه كنت حزين أني أنا بدي أترك أولادي، بس كان في سلام برغم كل الصدمات اللي كنت أتعرض لها.